السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم على قناتكم فاتور بلوس موتو دي زاد المتخصصة في السيارات المستعملة والدراجات النارية المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو نرى اليوم جبنا لكم مجموعة من السيارات المستعملة ومع أركان ولوائح مرفقة، سيارات ممتازة للزوالي وللأغنياء. الأسعار تبدأ من 68 مليون وإلى 210 ملايين. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم الضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك من عندنا كل جديد. بدون اطالة عليكم متابعينا، نبدأ في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو، فتابعونا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا اليوم وهي جاك جي دو اني 2012. محركة السيارة ايسونس، لابوت فيتاس مانويل، الطوموبيل ماشية 110,000 كيلومتر، لاكات غريز صافية، والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة مباب زوار ولاية الجزائر العاصمة، راه مسموه في هذا الجاك جي دو 68 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهذا الجاك جي دو نظيفة. السيارة الثانية فورد فيجو اني 2014، محرك لا فورد ايسونس، قدرة المحرك 1.483 حصان، لاباد فيتاس مانويل، السيارة ماشية 162,000 كيلومتر، لونطوموبيل غري و لاكات غريز صافية، السيارة توتوبسيون. صعب الطوموبيل من ولاية برج بواريريج، و راه مسمو في هاد لافورد فيغو 125 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لاسوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد لافورد نقية. السيارة الثالثة رونو كليو 3 نايت اند داي اني 2010، محرك الكليو 3 ديازال، قدرة المحرك 1.5 دي سي 90 حصان، لابوت فيتاس مانويل، السيارة ماشية 188,000 كيلومتر، لون طوموبيل نوار و لاكات غريز صافية، السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية بومرداس و راه مسمو فيها رونو كليو 3 نايت اند داي 131 مليون. السيارة فيها امتراء كور فلامال، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. محرك السيارة في حالة جيدة، و لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الموالية هي جريت وول ام كات اني 2014، محرك الجريت وول ايسونس، قدرة المحرك 1.5 في في تي، لابوت فيتاس مانويل، السيارة ماشية 127,000 كيلومتر، لاكات غري صافية، اوتوموبيل توتوبسيون. هاد السيارة بروميير ما فيهاش صبيغة. صاحب الطوموبيل من سيدي موسى ولاية الجزائر العاصمة، راه مسمو في هاد جريت وول ام كات 155 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد السيارة نقية. السيارة الخامسة رونو سيمبول اكستريم اني 2016، محركة السيارة جي بي ال، يعني الطوموبيل تمشي بالغاز وفيها الكيت جي بي ال 2021، قدرة المحرك 1.2 16 في 75 حصان، لاباد فيتاس مانويل، السيارة ماشية 120,000 كيلومتر، لاكات غري صافية، اوتوموبيل توتوبسيون. هاد السيارة دوزيام، صاحب الطوموبيل من ولاية سعيدة، راه مسمو فيها رونو سيمبول اكستريم 165 مليون. صاحب الطوموبيل ما يبرش. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد السيارة نقية. السيارة السادسة كيا بيكانتو سبورت لاين اني 2017، محرك هاد البيكانتو ايسونس، قدرة المحرك 1.2 لاباد فيتاس مانويل، السيارة ماشية 97,000 كيلومتر، لاكات غري صافية، اوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية سكيكدا، و راه مسمو في هاد الكيا بيكانتو سبورت لاين 207 ملايين. السيارة فيها فرواف باب ايديبتيرو توش تاع ستاسيون مخفف. محرك السيارة امبيكابل، و لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة.
السيارة السابعة هيونداي أكسنت ار بي 5 بورتاني 2017، محرك الأكسنت إيسونس، قدرة المحرك 1.4 حصان، لابوت فيتاس مانويل. السيارة مشت 98,000 كيلومتر. لون طوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ألجي سونتر وسيارة هيونداي أكسنت ار بي 5 بورت هو 210 ملايين بري فيكسي. السيارة ما فيها صبغة، محرك الطوموبيل امبيكابل ولا سسبونسو تاع السيارة جيدة. إذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو، في الأخير ما تنساو ديروا جيم الفيديو ودير بارتاج. أركام لو تبت صاحب هذه السيارة راكم دائما تجدوها مرفقة في صندوق الوصف موجود أسفل الفيديو. ما عليك كسر الضغط على رد المزيد أو على عنوان الفيديو ويصدر أمامكم صندوق الوصف الذي فيه أركام الهواتف. الملتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى حول السيارات المستعملة في السوق الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.